حكومة السودان تبحث عن تحقيق إنجازات وهمية تحسب لها في القطاع الصناعي الذي رهنت مستقبله لصالح المنتجات المستوردة لا سيما الإيرانية منها عبر بروباغندا لا تنطلي على العراقيين. هذا ما قاله عمال وناشطون عقب الإعلان عن إعادة افتتاح 4 مصانع بعد توقفها عن العمل منذ 2003 في البصرة، حيث قلل النشطاء من أهمية هذا الإعلان على واقع الصناعة وعجلة الإنتاج في البلاد بعد محاولة السلطات الحكومية خداع الرأي العام بمعلومات مغلوطة. خبراء في الشأن الاقتصادي أكدوا أن هذه المعامل إن عادت للعمل فعلياً وليس دعائياً فإنها ستغطي جزءاً كبيراً من حاجة السوق المحلية، وبدلاً من سد هذه الاحتياجات بمواد من خارج البلاد فإن الاستيراد سيكون محلياً وسيخلق فرص عمل كثيرة وسيمنع تهريب العملة، وبالتالي سيؤثر على أسعار صرف الدينار أمام الدولار في الأسواق المحلية، لأن قلة الطلب على الاستيراد الخارجي سيعمل بدوره على تقليل الطلب على الدولار. يستورد العراق من دول الجوار لا سيما إيران سنوياً بنحو 25 مليار دولار، وهو رقم يعادل لوحده نحو 40% من إجمالي استيرادات العراق السنوية، ولا يساهم القطاع الصناعي سوى 3% فقط من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي وسط هيمنة الاستيراد على معظم احتياجات السوق. القطاع الخاص في العراق يعاني كالقطاع الحكومي للصناعات بسبب الإهمال الحكومي الكبير الذي ساهم بتراجع الإنتاج المحلي نتيجة قلة الدعم والرعاية وهيمنة الصناعات المستوردة على الأسواق. وفي هذا الخصوص يؤكد خبراء اقتصاديون أن الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 وحتى الآن ساهمت بتدمير القطاع الخاص ليضاف إلى باقي القطاعات التي تعرضت لتدمير ممنهج يخدم مصالح إيران ويزيد من معاناة العراقيين.